وفي الجارة ليبيا أكد مجلس الأمن الدولي أن الاتفاق السياسي الليبي المعروف باتفاق السخيرات هو الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية. وقال المجلس في بيان له إن تطبيق الاتفاق هو السبيل الوحيد لتنظيم الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا وإنهاء الانتقال السياسي، مؤكدا أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة، وعلى جميع الليبيين احترام وقف إطلاق النار. قال السفير الروسي في ليبيا إن موسكو مستعدة للبدء في رفع حظر السلاح عن ليبيا بعد توحيد قوات الجيش، وأشار إلى أن تزويد الجيش الليبي بالسلاح يمكن أن يحدث بعد إنشاء قوات مسلحة موحدة في ليبيا، مطالبا بضرورة وجود ضمانات لعدم وصول هذا السلاح للجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لحل تلك الأزمة. تأتي تلك التصريحات بعد أيام من لقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث بحث الجانبان تطورات الوضع في ليبيا وآفاق التسوية السياسية.